السلام عليكم اخواتي، اليوم في اذواق وشيبات فاطمه جبت لكم وصفه اقتصاديه بنينه، يعني حساء اقتصادي 100% وغادي مغذي صحي ويرافق جميع المملحات اللي نديروهم، سوا بيتزا سوا لي شوسون سوا اي مملحات نديروهم، نبدلو ما نديروش حريره ما نديروش شوربه، نديرو هذا الحساء، حساء الخضر. انا يعني نديره بزاف في الدار، خضر على خطره نديره. اول حاجه غادي نديرها، غادي ندير حوالي زوج مغارف كبار تاع الزيت ما نكثروش. عندنا عفوا نبداو في المقادير، نسيت، عندنا طبيعه الحال زوج مغارف كبار تاع الزيت، عندنا زوج حبات تاع زروديه، عندنا زوج اوراق تاع خس، انا مش غادي ندير كميه كبيره، عندنا زوج حبات بطاطا متوسطين الحجم ولا حبه كبيره، عندنا حبه صغيره تاع لفت، هنايا عندنا زوج اوراق تاع رند، عندنا كرافس، يعني هاد لاسوب حساء الخضر يوالمه بزاف الكرافس، عندنا وحده بنه الغبره، بنه الدجاج غبره، يعني تلفت لي كيما قلت لكم حبه بصل، عندنا ملح، عندنا كاري خاص باليسوب، وعندنا راس الحانوت، انا نطيب بزاف براس الحانوت. اول حاجه درت في الطاجين الزيت كيما رانا نشوفوا، نضيف عليه البصل، نضيف عليه البطاطا، نضيف عليه هكا تشوفوا افضل، نزيد عليه السلطه نقطعها هكا بيديا، نضيف الزروديه، نضيف الكرافس مع الرند، ونضيف وحده ماجيكو، يعني اقتصادي ما فيه لا دجاج لا والو. هنا مع التالي كي نطحنوا لو بغينا نضيفوا الجبن نضيفوا، ما بغيناش نخلوه هكا كذلك يجي بنين. هاد الاخرين قلنا الغبره تاع البنه، غادي ندير ملعقه اكل، عفوا ملعقه صغيره تاع راس الحانوت، ملعقه صغيره تاع كاري، وعندنا الملح ما نكثروش لاننا دايرين ديجا البنه تاع الدجاج مالحه. غادي ندير شويه تاع ماء نديرها فوق النار تتقلى، من بعد نضيف الكميه المناسبه تاع الماء. هنا كيما رانا نشوفو نديرها فوق النار، نخلي النار قاويه باه يغلي لي تمتم، ونغطي. بعد مرور 10 دقائق نعاود نرفد الغطاء ونزيد الماء على حساب الكميه تاع لاسوب لي انا باغيينها، غادي نخليهم بعد نعاود نتلاقى. هنا كيما رانا نشوفو هذاك الماء اللي درناه، الماء اللي درناه بدا يغلي، شوفوا هكا. الان شنو غادي ندير، غادي نضيف المرق على حساب الكميه تاع الحساء اللي انا باغينها، ننقص للغاز، يعني نديرها في الغاز الصغير كاع ونخليه يطيب على نار قليله، يعني درت حوالي لتر ونصف تاع ماء، نغطي نخليه حتى يغلي، نخليه على نار قاويه حتى من يغلي، نديرها في الغاز الصغير ونخليه يطيب. بعد ما تطيب الخضره تاعي نطحن ونوريكم اش غادي نضيفوا لها باه تجينا عاقده وتجينا فولوتي ان شاء الله. هنا نسيت، عذروني حبيباتي، نسيت نضيفوا نضيفوا كمية تاع جلبان اختيارية، هذه ماهيش يعني الأخت اللي بغات تدير دير، اللي ما بغاتش ما تديرش، والأخت اللي ما عندهاش الجلبان ماهوش متوفر عندها الجلبان دير هكا، ندير كمية تاع جلبان باه تجيني لاصوب تاعي حلوة. الأخت اللي ما عندهاش الجلبان كيما أنا هنا كنت درتها في الكونجيلاتير ونسيت ما جبدتهاش، الأخت اللي ما عندهاش الجلبان تعوضه بحوالي فنجان صغير تاع قهوه كحله بالبواكاسي، هذيك تعويض للجلبان. غادي نغطي نخلي لاسوب تاعي طيب، بعد ما طيب نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. كيما رانا نشوفو الخضر تاعنا طابت، هذه هي، ندوقو الملح، الا صبنا الملح هذاك هو سيبرون، صبنا ناقص نزيدو. غادي نطحن عادي كاع الخضر، حتى الكرافس هذاك نطحنه ما نصفوش، لانه هذاك اللي يعطينا البنه،
كما رانا نشوفو. نقلع غير الاوراق تاع الرند اللي ما نطحنوهمش، ونطحن الخضره عادي. كاين اللي يبغوا يطحنوا في الميكسير يطحنوا، تبقى مساله ذوق. انا ما نبغيش لي سوق، ما نبغيهمش في نطحنهم بالميكسير، نبغي نطحنهم بهذه المولينات تاع بكري، لانه هكا نبغي الخضره تجي باينه فيهم. هذه هي، غادي نضيف، نبدا نطحن عادي. انا غادي نكمل نطحن ونعاودو نتلاقاو. باش ندير، ندي ملعقه اكل تاع فرينه ما تكونش معمره هكا، ندير شويه زريعه القزبر يعني غير شويه، ندير كذلك زريعه البسباس كذلك غير شويه هكا. نجيبو شويه من الحساء تاعنا اللي طحناه ونديروه في الفرينه باه نحلوها كما نشوفو هكا. نحلوها مليح، ما نخلوش هذوك يدغيمو باه كي نجيوها في المرق تاعنا مت هكا. نحلوها مليح، ما يبقاوش عندنا هذوك الحبيبات تاع الفرينه كما رانا نشوفو. المرقه تاعنا راهي تغلي، غادي نضيف عليها هذيك الفرينه ونبداو نخلطو هكا. نبقاو نخلطو بهذيك الفرينه ما طيبناش على نار قاويه حتى نشوفوها غلات. هنايا انا الحساء بغيتها بهذا اللون، كاين اللي ما يبغيش ما يفضلش هذا اللون. الا بغيتو ديروا الطماطم تاع الحبه ولا المصبره يعني عادي ديروا، ما كاش مشكل، كل وحده والذوق تاعها هكا. غادي نخليها تغلي يعني تتعقد، تغلي غاليه ولا زوج نشوفوها عقدت نطفي عليها ونقدمها لكم جاهزه ان شاء الله. الحساء تاعنا وين بعد ما درنا له الفرينه خليتها غلا زوج غاليات ولا ثلاثه يعني على حسب ما شوفوا الشكل تاعها كيش يجي. الا بغينا عاقد اكثر من هكا نديروا لها نكثروا الفرينه، لكن انا نبغي هكا يكون خفيف، اون سوب خفيفه. ان شاء الله بربي تعجبكم الوصفه، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشتركوا في القناه باش يصلكم الجديد، والى الملتقى مع فيديو اخر ان شاء الله.